السلام عليكم، انتم الان مباشره من محل اواني البركه، دائما الجديد كيف ما عودناكم، متخفضات اللي كتوصل حتى ناقص 50%. اليوم جبنا لكم سلعه زويونه، سلعه جديده كذلك كيف ما دائما كنعودوكم، وما نساوش الاثمنه اللي كتكون دائما في متناول الجميع. بالنسبه لزارتيك رجاء وزارتيك اليوم ما درناش لايف الاسبوع داز، كذلك ما تعطلنا عليكم، ما درناش لايف مع الاربعه، غنخلي لكم هذا اللايف هذا اللي غنديروه صراحه الله لايف سريع، لايف خفيف، حيت صراحه الله التليفون ديشارجي ما لقيناش الصراحه باش نشارجيوه 100% باش نقدر ندير لكم لايف. كذلك بالنسبه للبريده صراحه ان شاء الله البريدات وحنا دايرين لايف راه غادي يوصلوا، وان شاء الله غادي نوريكم الاثمنه والسلعه اللي كاينه. كذلك بالنسبه للناس اللي حاضرين معنا في اللايف الله يجازيكم بخير، كلشي بارطاجي اللايف حيت اللايف ما غيكونش اليوم طويل، اللايف غيكون قصير، يعني من الاحسن الناس يبارطاجيو كل الناس كلهم باش تعمل الفائده، وكذلك باش كلشي يستافد من العروض اللي كنديرو. بالنسبه للسلعه اللي جات اليوم كذلك راه جات سلعه واعره، بالنسبه منها هاد الطبيصيل هذا اللي جايب هاد الرجيله، يا سلام الكاطو، فيه ثلاثه ديال لي كولور، فيه البيض، فيه كذلك هاد المارون اولا نقولوا ذهبي مغلوق، كذلك فيه هاد الذهبي هذا. بالنسبه للخدمه ديالو فيه رجيلات وزاج، وفيه رجيلات زوونين واعرين. بالنسبه للثمن ديالو 60 درهم، هذا راه فيه ثمن جد مناسب، كذلك فيه لومبالاج ديالو، يعني الناس اللي كيبغيو بالكادويات راه ممكن يديو كادويات. قلنا الثمن ديالو 60 درهم اللي هي 1200 ريال، كذلك الصينيه على جوج، بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الصينيه على جوج حتى هي راه ولات الثمن ديالها 50 على 70 اولا بجوج 120 درهم. كذلك الموديل الثاني اللي فيها هو هذا، بالنسبه للموديل الثالث راه هو هذا، ثلاثه الزواقات فيهم، قلنا الثمن ديالهم 120 درهم اللي هي 50 درهم على 70 درهم. وعليكم السلام، السلام ورحمه الله، برواك ام عمران، وعليكم السلام مديحه العسري، وعليكم السلام، مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس كلهم اللي حاضرين معنا في اللايف، الله يجازيكم بخير. الناس اللي حاضرين دابا معنا في اللايف كلشي يعطينا البارطاج، كلشي يعطينا لي جيم باش يطلع اللايف دغيا، كذلك باش الناس كلهم توصلهم نوتيفيكاسيون بان حنا راه درنا اللايف. بالنسبه لي بلاطو طوال حتى هما راه متواجدين، الثمن ديالهم 70 درهم، فيهم ثلاثه ديال الزواقات اولا جوج ديال الزواقات اللي هي هذه، الزواقه رقم واحد هي هذه، كذلك فيه الزواقه رقم جوج اللي هي هذه. هذا الثمن ديالو عوض 80 درهم راه 70 درهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاكسترا سولد واش مازال مستمر، السولد راه مازال مستمر حتى ان شاء الله الاسبوع الجاي عاوتاني كذلك، يعني اي حاجه درناها في اللايف اللي داز راه غادي نعاودو نوفرها لكم بنفس الثمن، يعني حنا غندير لكم هذا اللايف هي باش نقول لكم اولا بانه اللايف راه مازال مستمر. بالنسبه للبلاطو راه فيه اربعه ديال الزواقات، اولهم الزواقه هي هذه 60 درهم، كذلك عاوتاني كاينه الزواقه الثانيه اللي هي هذه 60 درهم. بالنسبه للزواقات راهم معروفين والثمن ديالهم خلاص 60 درهم، ثمن جد مناسب. حاليا الناس اللي حاضرين معنا في اللايف تعاونوا معنا بشويه بالبارطاج كذلك بلي جيم باش يطلع اللايف ان شاء الله. واش كاين كوبا ديال الكيك في الابيض والذهبي، زواقه الورده بحال الفراقه، والطباصل ديال 99 درهم. الكوبا اختي ما كايناش بالضبط في هذاك الموديل اللي كاينه، حنا غادي نوريك ان شاء الله نوصلوا للكوبات وغادي نوريك الموديلات اللي كاينين. بالنسبه للبريزونطوار اللي كنا درنا لهم 160 درهم، راه مازال الصوت ديالهم مستمر ب 160 درهم. اول زواقه اللي هي هذه 3200، ثاني زواقه اللي هي هذه 3200، كذلك هذو اللي كنوريكم كلهم 3200. بالنسبه للعدد حتى هو راه عدد متواجد، يعني عدد متوفر للجميع. كذلك هذا البريزونطوار على شكل 120 درهم. بالنسبه للفراقات المربعين مرايا حتى هما 810 درهم عوض 150 عوض 140 درهم، كذلك السله 50 درهم. بالنسبه لهاد لي بريزونطوار حتى هما راه مازالين متواجدين، الثمن ديالهم 80 درهم. كذلك السله بليديده حتى هي الثمن ديال الكوبا الماكارون بليديده الثمن ديالها 30 درهم، كاين خلاص الموين ديالها اللي كبر منها 30 درهم حتى هي، والكبيره كاع الثمن ديالها 35. بالنسبه لي بريزونطوار حتى هما راه متواجدين لي بريزونطوار، بالنسبه للناس اللي باغيين ما غيعمروهاش بزاف. كذلك غنجيو لهاد لي بلاطو الثمن ديالهم 40 درهم، راهما مازالين حتى هما متوفرين، كذلك الداير ديالو حتى هو 40 درهم. بالنسبه للطاجين الثمن ديالو 60 درهم الكبير، كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو 50 درهم، والصغير لي لور الثمن ديالو 40 درهم. كذلك هذا البريزونطوار ديال الكاطو اللي كيتحط السيبورا الثمن ديالو 80 درهم، حتى هو كيصلح للكادويات الناس كيستافدوا منه. كذلك السليلات على جو على 3 120 درهم. غنجيو كذلك هذه الفراقه الثمن ديالها 50 درهم، هذه راه الكبيره ماشي الصغيره، 50 درهم، فيها اربعه ديال الزواقات اللي هما هادو الموردين، كذلك فيها هذا البيستاد الخضر هذا، فيها هذا الكري كذلك ورده، وكذلك هذه الورده في الاحمر. بالنسبه للفراقات، الفراقات راه مازالين حتى هما هاد كاين هذا الموديل هذا، الثمن ديالهم 80 درهم 1600 ريال، كاين هذا الموديل هذا اولهم، كاين كذلك هذا البيض ديالو اللي كيجي على هذا الشكل، وكاين كذلك اللي في القلب ديالها فيها هاد الزواقه هادي، هادو الثمن ديالهم 80 درهم وراهم متواجدين. غندوزو نوريكم الكويسات اللي صراحه النوبه هادي كويسات عممناهم في 60 درهم، ما كاينش 55، يعني ذاك الكاس ديال 70 رديناه ب 60، يعني كلشي دابا ولا ب 60 درهم، الكاس ب 70 درهم حتى هو كذلك الناس غيستافدوا منه ب 60 درهم.
غنبداو باول زواقات. لاحظوا معايا الزواقات اللي كاينين ديال الكويسات، زواقات خطيرين. لاحظ معايا اول زواقه اللي هي هذه، هادو اللي راه كاينين فيهم كيسان ديال 70، حنا عممنا على كلشي 60 درهم، يعني اللي غيدير الكاس 70 غيديه ب 60، والكاس 60 راه غيديوه الثمن نفس الثمن ديالو اللي هو 60 درهم. لاحظوا معايا الكويس هذا الثمن ديالو كذلك 60 درهم قلنا. غنجيو لهذا الموديل حتى هو الثمن ديالو 60 درهم. غنجيو كذلك لهذ الوردات الثمن ديالو 60 درهم. الكري كذلك في هذه الزواقه 60 درهم 1200 ريال. لاحظوا معايا هذا ديال السبوله حتى هو 1200 ريال. هادو راه كلهم راه تعقلوا عليهم 70 درهم باش كاينين. احنا غنوفرهم لكم هاد النوبه هادي في الاكسترا سول 60 درهم، يعني الكاس كله شي على شي 60 درهم. كذلك هاد الموديل 60 درهم. كلهم الزواقات صراحه اللي زوينين كلهم زواقات طوندونس، الثمن قلنا ديالهم 60 درهم شي على شي، يعني ما بقاش دابا الكاس 70 درهم عندنا في المحل، كلشي ب 60 درهم. غنجيو كذلك لهذا الموديل حتى هو الثمن قلنا 60 درهم. كذلك هذا الموديل حتى هو 60 درهم، يعني كاينين صراحه موديلات زوينين زواقات واعرين 60 درهم، كاين كذلك 60 درهم هذا الموديل، غنجيو لهذا الموديل حتى هو 60 درهم، كاين كذلك هذه الزواقه حتى هي 60 درهم، وغنجيو كذلك هذا البيض والكحل، هذا الثمن ديالو 80 درهم، هذا المزيان الثمن ديالو 80 درهم، هذا هو الموديل الوحيد اللي كاين دابا عندنا في المحل 80، كذلك هذا الموديل قلنا 60 درهم، هذ الموديلات كلهم دابا اللي غنوريكم هنا 60 درهم، هادو كلهم 60 60. وكذلك هذا الموديل حتى هو 60 درهم. بالنسبه لي طيرموس الثمن ديالهم مازال كاين، هذا النوار هذا 2200 في الاكسترا سولد، كذلك هذا الموديل 2400 ريال. غنجيو لهذ الموديلات 95 درهم، هذو كلهم 95 درهم. غنجيو كذلك المقالي على هذا الشكل، الثمن ديالهم 200 درهم على 3 غرانيت، كاين الحمر ديالهم حتى هما غرانيت 190 درهم، كاينين هذ الكاسرونات على 5600 ريال، 5600 ريال، 5600 اللي هي 280 درهم، وديال الثلاثة 200 درهم. اللي هي 4000 ريال، فيها الكرونا وفيها الكحل. كذلك غليت الماء ديال البلاستيك حتى هو عمر قلت لك كاين هذا الغلي هذا ديال الضوء، الثمن ديالو البلاستيك حتى هو لا مارك فيزلر، لاحظوا معايا الثمن ديالو 80 درهم، الكحل ديالو حتى هو 80. غنجيو لهذا ديال الزاج وفيه كذلك هذا السينت هذه اللي كتشعل الضوء، الثمن ديالو 100 درهم. بالنسبه لهذا الترموس للغرانيت اينوكس 140 درهم 2800 ريال، وهذا الموديل الكبير 150 درهم. بالنسبه للسلعه راه مازال كتجي يعني الفراقات الكبار، هذه الفراقه خلاص الغنيه على التعريف، هذه عم انا شحال كنا دايرين لها في الاكسترا سولد 200 درهم، هذه غادي تبقى مستمره ب 200 درهم، يعني الناس اللي كيسولوا عليها 200 درهم راه عاود جات، وراه العدد كذلك فيها راه متواجد، يعني اللي بغى شي حاجه يديها لا من الناس الجمله لا من الناس الديطاي، يعني دابا الاثمنه اللي دايرين ديال الاكسترا سولد راه بحال الجمله للجميع، بالجمله بالديطاي للناس. غادي ندوزو كذلك لهذه السلعه ديال فاس. شنو داك الشيء سيدي تما البريردات؟ البريردات تستهم لي يا خويا. او يا سلام يا سلام، هادو كلهم هادو بريردات زوونين، جاو كذلك في واحد اللوين خطر، هادو كلهم معهم انس دخلوا ايه بريزونطي لي يا خويا البريردات باش نوريهم الناس. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الصينيه حتى هي راه متواجده على جوج، الصينيه الثمن ديالها 220 درهم او 100 على 120 درهم، كذلك 100 على 120 الزواقه الثانيه، وكاينه الزواقه الثالثه اللي هي هذه حتى هي 100 على 120 درهم. بالنسبه لهذ الصينيه على جوج حتى هي الثمن ديالها 220 درهم، اللي هي 100 على 120 درهم. كاين هذ الزواقه هذه الثمن ديالها 170 درهم على جوج، يعني 70 على 100 درهم. كذلك البلاطو الكبير، الناس اللي كيسولوا على البلاطو الكبير ديال 12 الكاس اللي كيس 12 الكاس، حتى هو راه متواجد في جوج ديال الزواقات. اولا غنجيو اول زواقه اللي هي هذه، هذا راه الحجم الكبير، الثمن ديالو حاليا لاحظوا معايا ماشي 150 ماشي 160، غادي تستافدوا منه ب 120 درهم. الحجم الكبير في الاكسترا سولد غادي تستافدوا منه ب 120 درهم. كذلك الناس اللي كيسولوا على الطباسي ديال 45 سنتيم، راه متواجدين ثلاثه ديال الزواقات، الثمن ديالهم لاحظوا معايا تعقلوا عليهم 70 درهم، حاليا عند اواني البركات تستافدوا منهم 60 درهم 1200 ريال، 60 درهم فقط ماشي 70 درهم وماشي 80 درهم، غتستافدوا منهم ب 60 درهم. غادي نجيو كذلك البلاطو على ثلاثه اللي هو هذا، البلاطو على ثلاثه كيجي على هذا الشكل، الثمن ديالو 280 درهم اللي هي 5600 ريال. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الواحد 80 درهم على 100 درهم على 120 درهم، 80 100 120 درهم. غندوزو السلعه ديال فاسو اللي هي اولهم، غندوزو بالباك الاناناس الزواون الثمن ديالو 190 درهم 3800 ريال، وكاين هذا الموديل الثمن ديالو 3600 ريال، هذا الباك الخطير بالنسبه للزاج، راه الزاجه الكبيره اللي لتحت. كذلك هذا الموديل الثمن ديالو 250 درهم 5000 ريال، كذلك هذا الموديل الاناناس ديالو الثمن ديالو 5400 ريال. بالنسبه للمخرب المراش الثمن ديالها 7400، كذلك هذا الموديل الكوكيه 7400. الناس اللي كيسولوا على المخرب بوحده راه متواجده، والثمن ديالها 100 درهم ماشي 150 ماشي 100
40 درهم غتستافدوا منه من الاناناسه ب 100 درهم. يلا الناس اللي حاضرين معنا في اللايف الله يجازيكم بخير، كلشي بارطاجي معنا اللايف باش نوصلوا اكبر عدد ممكن، كذلك باش نعطيو فرص اخرى للفوز للناس. يعني نعاودوا نذكرهم بقانون المسابقه واللي هو الا قل من 100 كيكون معنا فائز واحد، فوق ال 100 كيكونوا معنا جوج الفائزين. يلا شويه ديال البارطاج الله يجازيكم بخير، كذلك لي كومونتير باش ان شاء الله يكونوا معنا اكبر عدد ممكن ديال الفائزين. قلنا الفاز بالرجيله ديالو الكبير الثمن ديالو 80 درهم راه متواجد عندنا، كذلك الفراقه اللي جات على هذا الموديل حتى هو 80 درهم راه متواجده، كذلك الطاجين اللي كيجي على تشكيل اللي كنا درنا له في الاكسترا سولد 95 درهم راه مازال مستمر ب 95 درهم، الصغير ديالو راه 60 درهم راه حتى مازال متواجد. بالنسبه لي بونبونيير كلشي دابا ولا 60 درهم، يعني كاين هذا الموديل هذا لاحظوا معايا ماشي 65 درهم دابا حاليا البونبونيير، زدنا نقصنا فيها 5 دراهم واللي هي 60 درهم الكبيره، كذلك الزواقه هذا الموديل 60 درهم عوض 70، كذلك الاناناسه 60 درهم عوض 70، غنجيو للفراقات هادو تا هما 60 درهم شي على شي، يعني الموديل اللي عجبكم في الصغار 60 درهم، كاين كذلك هذا الموديل الكبير الثمن ديالو 130 درهم في اول زواقه واللي هي هذه، كذلك الزواقه الثانيه اللي هي هذه، وكذلك باش ما ننساوش الفراقه الكبيره اللي هي هذه راه الحجم كبير الثمن قلنا ديالها 200 درهم. زكي حكيمه قالت الاخت قالت لنا فين العنوان من فضلك؟ العنوان اختي في مكناس السكاكين حدا البنك الشعبي، مكناس السكاكين حدا البنك الشعبي وكاش بلس، يعني عليك تسولي على البنك الشعبي وكاش بلس ان شاء الله اختي راه يوريوك المحل يجيبوك حتى للمحل. قلنا الفراقات قلنا هادو الطبيق، بالنسبه للطبيقه غادي نجيو الاول قياس اللي هو هذا 130 درهم صغير، كاين كذلك اللي موراه 150 درهم، وكاينه الكبيره اللي كتجي على تشكيل الثمن ديالها 350 درهم في الاكسترا سولد مازال مستمر. وغنجيو لاكبر طبيقه اللي هي هذه، جبنا لكم هذا الموديل الكبير الناس اللي كيبغيو يحطوا في الكوان، الثمن ديالها 500 درهم اللي هي 10000 ريال، المبخره ديال 12000 ريال غتستافدوا منها ب 500 درهم. كذلك الناس اللي كيسولوا على المبخره الصغيره راها مازال متواجده، لي بونبونيير ديالها ان شاء الله راه يقدروا يكونوا جاوا اليوم، ما جاوش ديك السلعه اللي تسمعوني عاد جايين، واخا المبخره الصغيره 80 درهم، بالنسبه للباك ديالها ديال 170 درهم بالبلاطو راه غادي يكون ان شاء الله راه السلعه مازال كتدخل. غادي ندوزو كذلك على ما تفرش لي البريفدات قولها لي اخويا، غندوزو كذلك للهاشوار قبل ندوزو للهاشوار. بالنسبه للهاشوار ديال جوج ديال كاس واحد جوج يترو 1000 واط، بالنسبه للمواس فيها عدد كبير ديال المواس، نعاودو نذكركم بالمواس اللي فيها. غنبداو باول حاجه الراس ديال الثومه، كذلك فيه التراب، كذلك فيها هذاك الراس اللي كيفرق البيض على الصفر البيض، كاين الشاف، كاين كذلك واحد نشاف في شكل اخر، كاين جوج موس جوج وموس الربعه. لاحظوا معايا لا مارك بالنسبه لي واطرا فيها 1000 واط، ولا مارك راه ديال المانيا. قلنا الثمن ديال جوج يترو 140 درهم، ديال جوج يترو فيها جوج كيسان 170 درهم اللي هي 3400، ومزياده اختي البريدات. حنا دابا غندوزو البريدات ونعطيكم الوقت الكافي في البراد باش نوريكم الموديلات اللي عاد دخلوا ان شاء الله، الموديل راه عاد دخلوا، البريدات هما راه مازال عاد تيتستفوا، كذلك ان شاء الله راه مازال السلعه شي سلعه ديال فاس كتدخل. كاين كنا ديال 3 يترو كاس واحد الثمن ديالها 3400 ريال، هذه فيها كاس واحد فيها 1000 واط، كذلك عدد كبير ديال المواس. بالنسبه للجوج يترو 3 يترو جوج كيسان الثمن ديالها 4000 ريال راه مازال متواجده. الكوكوط ديال 7 يترو 5400 ريال لا مارك الومنيوم، خلاص لا مارك ريحاب ماركه مزيانه، كذلك الصغيره ديال 3 يترو ديالها 3400 ريال. بالنسبه لي بانيني غرانيت مازال غادي نحطوها في الاكسترا سود اللي هي 3800، بانيني الغرانيت المزيانه اينوكس من القدام، كذلك الاينوكس ديالها من الداخل واينوكس من برا الثمن ديالها 180 درهم، هاد السلعه هادي راه كلها متواجده. كذلك ورينا خويا هاد البريريد ما حدك جبتيه جبتيه، عطينا سيدي فكره على البراد هاد البريريد. هاد البراد هذا شحال هادي ما عاود جبناه، ها ما عاود شحال وريني البريدات كلهم اللي كانوا الناس عاجبينهم، الناس كيقولوا لي وصلنا كلهم هذوك القدام اللي كانوا عندنا الموديلات الاولى اللي كانوا صراحه الله طوندونس راه عاود جبناهم لكم. لاحظوا معايا ان شاء الله جبت لي كل موديل انس جبت لي كل موديل بوحده. غنبداو باول زواقه اللي هي هذه الثمن ديالو 300 درهم انس، هذا دابا من 330 غادي نعاودو نطلقوا عليهم 300 درهم في الاكسترا سولد صافي 300 درهم، وين الناس اللي كيجيو عن طريق اللايف، اما الناس اللي اما الناس الباساجي هنايا راه 330 درهم باش كيديو. هادشي كنعاودو كنقولك دائما كنديروه غير الناس ديال اللايف. قلنا الكبير الثمن ديالو 300 درهم، لاحظوا الزواقه كي دايره كله ذهبي، هذا جاي دابا اسورتي مع الصينيه، هاد الصينيه هادي مولات 700 درهم ياك، كاينه دابا حاليا ذهبيه كومبلي اللي غادي تجيك مع البراد ياك، الناس اللي كيسولوا على ذهبي كومبلي راه متواجده، وكاين كذلك القريب الذهبي الكارتي حتى هي راه متواجده. بريردات حتى هما راه جاو بزاف ديال الزواقات 300 درهم سيادنا حتى هذا، هذا الموديل كذلك قنديل على هذا الشكل حتى هو 300 درهم، الذهبي اللي جاو فيه دابا جا فيهم واحد اللوين خطير، خلي خويا هذا اللون الذهبي خصني نحطو مع الصينيه باش يبان.
كذلك غادي نجيو المكور اللي كيجي هكا عالي حتى هو الثمن ديالو 300 درهم راه مازال متواجد سيادنا، كلشي سلعه راه متواجده ان شاء الله. بالنسبه للموديل راه مازال شي سلعه كتدخل ومازال ان شاء الله مازال البراده هادو كاير شي بحال هكا. اي 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 لاحظ معايا، يا سلام يا سلام على بريريت كي داير، اللهم بارك. نشوف نطلع ليه اخويا من الداخل، خدمه فيه واعره. بالنسبه لاكولور حتى هو كولور واعره، حط لي اخويا هنا نشوف. يا سلام يا سلام، داكشي جاي روان. بالنسبه للبريريت قلنا 300 درهم، وهاد الصينيه ديال سيدي محطوطه فيها الثمن ديالها 700 درهم، يعني الا بغى يحط وحده جوج بياسات ب 1000 درهم بالصولد، يعني 1000 درهم عوض 1200 عوض 1300 في بلايص اخرى، يعني غيستافدوا من الناس ب 300 درهم. بالنسبه للبراد كارونتي، وكذلك الصينيه هي كارونتي، يعني اللي وقع فيه شي ديفو حنا كنقبلوا الشونج فيهم. قلنا البريدات مازال ما كملوش ياك، فاش يكملوا قول لهم ليا، انا غادي نحاول نشوف عاوتاني الحويجات اللي مازال ما وريناش. بالنسبه ل واحد شويه اختي وغنحلو. كاين كذلك هاد لي بلاطو هادو ديال الحلوه اللي كيجيو على تشكيل، الثمن قلنا ديالهم 140 درهم. كاين هاد الموديل الاول الكحل، كاين كذلك النوار ديالو اللي كيجي على تشكيل، كاين الابيض حتى هو تيكون على جوج، كاين هاد السامبل هذا ترونسبارون حتى هو على جوج، هادو كلهم 140 درهم. النوار حتى هو 140. كاين كذلك هاد البريزونطوار اللي كيجي داير بحال هكا، الثمن ديالو 160 اللي كنا درنا في الاكسترا صود، مازال غيستمر. المثلث ديالو حتى هو غيبقى في نفس الثمن. بالنسبه للقريعات ديال الماورد اولاد مزهر، الثمن 15 درهم، يعني 4 ب 60 درهم. البيضه حتى هي كذلك 4 ب 60 درهم. هاد القليب حتى هو 4 ب 60 درهم. كاين كذلك هاد الذهبيه حتى هي 4 ب 60 درهم، يعني هادو كلهم راهم مازالين متواجدين، والعدد كذلك حتى هو راه مازال متواجد فيهم. بالنسبه قلنا للبخرات هادشي كلشي دزناه، البونبونين عاود نذكركم بانها ما بقاتش 70 ولات ب 60 درهم اللي عجبك الكبار كلهم. بالنسبه للكويسات وريناهم، المواكنات 2200 مازالين حتى هما متواجدين. بالنسبه للسلعه اللي على برا نعاود نوريكم السلعه على برا، الفراقه الثمن ديالها 30 درهم، كاينه الدايره وكاينه المربعه. كاين كذلك هذا الموديل البلاطو 15 درهم، كاين كذلك هذا الموديل الصغير 10 دراهم، الكري ديالو حتى هو 10 دراهم، كاين هذه الريشه 25 درهم، هذا لي بلاطو الصغار دايرين 15 درهم، فيه البيض وفيه النوار، كاين كذلك هذا الموديل 25 درهم فيه لي كولور، غادي نشوفوا الطويجنات اللي جاو حتى هما الثمن 10 دراهم، يعني 6 ب 60 درهم، وكاين كذلك هذا البلاطو الثمن ديالو 10 دراهم، هذا 10 دراهم، كاين كذلك هذه البياسه هذه دايره 10 دراهم حتى هي ديال المملحات. بالنسبه لي بلاطو دايرين حتى هما عوض 15 13 درهم، الكوبات المسكوته غادي تستافدوا منها ب 25 درهم ابتداء من اليوم، كاين كذلك هاد البلاطويات اللي تنقولوا لهم الراكيطه الثمن ديالهم 10 دراهم يعني 6 ب 60 درهم، كاين كذلك هاد الموديل ديال لي بلاطو 10 درهم 6 ب 60 درهم، لك الحق تاخذ السته تاخذ واحد اللي عجبك. كذلك هاد الكوبه هادي 10 دراهم، كاين هاد البلاطو حتى هو 10 دراهم، كاين كوبات المسكوته اللي قلت لكم 25 درهم الناس اللي كيجيو عندنا عن طريق اللايف، كاين كذلك مربع 15 درهم، الدايره على هاد الشكل الثمن ديالها 10 دراهم. كوبة المسكوته اللي كتجي هكا 25 درهم حتى هي، فيها البيض فيها ترونسبارون وفيها الكحل. بالنسبه للبلاطو الثمن ديالو 30 درهم، فيه المربع فيه كذلك الاوفال في البيض، كذلك فيه الاوفال في الذهبي، هادو كلهم راه مازالين متواجدين. بالنسبه للورد خلاص الثمن ديالو 13 درهم. سريع جدا. بالنسبه للبونبونير ديال الاناناسه حتى هما راه جاو، وريناهم الناس البونبونير الاناناسه الصغيره هذه اللي كانت ب 60 درهم انس، راه حتى هي غادي تستافدوا من الناس دابا ب 50 درهم. الاناناس اللي كانت ب 60 غيستافدوا من الناس ب 50، واللي كانت ب 70 ولات ب 60. اييه بالنسبه لهذا الاكسترا سولد راه مازال مستمر حتى اليوم الخميس ان شاء الله المقبل. صافي دابا حاليا شنو اللي مازال ما ورينا، بالنسبه لي بلاطو حتى هما راه مازالين متواجدين. البلاطو كاين هذا الموديل الصغير الثمن مويان الثمن ديالو 180 درهم، وكاين كذلك الكبير ديالو الثمن ديالو 210 درهم اللي هي 4200. كذلك غنجيو لهذا الموديل هذا الكارتي الثمن ديالو 180 درهم، لاحظوا معايا ماشي 4000 ريال، وكاين كذلك الكري ديالو سامبل الثمن ديالو 170 درهم اللي هي 3400 ريال. كاين كذلك بالنسبه للناس اللي كيسولوا على بلاطو رويال ذهبي كومبلي راه موجود حتى هو متواجد، والثمن ديالو 180 درهم هي 3600 ريال. بالنسبه للكبار الذهبيين اللي كانوا ب 5000 راهما دابا كنبيعوهم كنحسبوا للناس ب 4400 ريال الكبار، يعني الكاس 24 كاس، المربع حتى هو 4400، والكري 4200 210 درهم. يعني حاليا راه دزنا تقريبا نقول السلعه، قلنا البلاطو هذا 120 درهم، وكاين الموديل الثاني ديالو اللي هو هذا الزواقه الثانيه اللي هي هذه الثمن ديالها 120 درهم. كنا بغينا نوريكم العطريه، نسيت ما وريتهمش العطريه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا العطريه ديال 12 الثمن ديالها 220، ديال التسعود الاينوكس 150 درهم، كاينه ديال التسعود غرانيت
ماربري الثمن ديالها 170 درهم 3400، كاين كذلك هذه الخشب الثمن ديالها 170 درهم 3400، 3200 ديال السته اللي فيها قريعه كبير برين، كاين اللي فيها الزياتات 3000 ريال 150 درهم، وكاين كذلك هذا الموديل اللي كيجي على تشكيل سته الحبات بلا زياتات، الثمن ديالهم 110 درهم، بالنسبه للقراعي ديال السكر قهوه اتاي، الثمن ديالهم 130 درهم على اربعه، الكبار 130 درهم، وكاين هاد الصغار هادو اللي كانوا ب 120 راه حاليا غنوفرهم لكم ب 90 درهم اللي هي 18% ريال. كذلك بالنسبه للي بلاطو ميطال حتى هما راه مازالين متواجدين، 50 درهم شي على شي، يعني الاوفال اولا الداير. بالنسبه للي كولور راه فيهم لي كولور الكري الكحل والبيض. غادي نجيو كذلك لهاد الكوبه هذه الثمن ديالها 60 درهم 12% ريال. كذلك هاد لي بريزونطوار اللي كيدخلوا للفران كاين الصغير 100 درهم والكبير 150 درهم، الاوفال كذا المستطيل حتى هو 150 درهم والاوفال 100 درهم، يعني هادو راه كلهم متواجدين هاد السلع هادي الوقت اللي جيتو. بالنسبه للسلعه راه مازال ان شاء الله كاينه شي سلعه البريدات ماشي كلهم وصلوا، وين ان شاء الله غنحط لكم التصاورات ديال البريدات بالنسبه نعطيكم واحد الفكره على البريدات اللي دخلوا كي دايرين. اول بريدات غنبداو بهم قلنا واللي هو هذا عوض 330 غتستافدوا منه ب 300 درهم، كاين كذلك هذا الموديل اللي كنقولوا عليه السلسله الثمن ديالو 300 درهم حتى هو 6000 ريال، كاين كذلك هذا الموديل القنديل الطويل 300 درهم 6000 ريال، كاين كذلك الطواول البلدي حتى هو 6000 ريال راه متواجد هادو الكبار وبلا غارونتي ديالهم. كذلك غادي نجيو عاوتاني للقنديل، القنديل حتى هو الراما حتى هو راه متواجد الثمن ديالو 300 درهم 6000 ريال. بالنسبه للصينيات نعاودو نعطيكم فكره على الصينيه اللي بالمرايا، اول موديل واللي هو هذا الثمن ديالو 350 مور 400 درهم، والكبيره اللي كانت ب 450 راه تستافدوا منها ب 400 درهم، الكري كذلك حتى هي 400 درهم تستافدوا منها، الكري بالمرايا حتى هي 350 على والكبيره مولات 53 سنتيم تستافدوا منها ب 400 درهم. غنجيو كذلك لهذا الموديل الثمن ديالو 700 درهم كلها نحاس، والصغيره والكبيره ديالها الثمن ديالها 800 درهم اللي هي 16000 ريال. بالنسبه للذهبيه بالمرايه كبيره راه مازال متواجده في قياس واحد واللي هو هذا الثمن قلنا 400 درهم. غنجيو في الصينيات بالرجيله، الكري الصغيره 3200 اللي هي 160 والكبيره ديالها 210 دراهم، وغنجيو للذهبي الثمن ديالها 170 درهم الصغيره والكبيره 220 اللي هي 3400 على 4400. بالنسبه للرولو حتى هو راه متواجد الثمن ديالو 40 درهم اللي هي 800 ريال. حاليا مازال نسينا واحد لي زارتيكل غادي ندوزو تقريبا كلهم لي زارتيكل على ما توصلي السلعه البريدات، تعطلات السلعه البريدات راه غادي نعطيكم هاد التصاورات ديالهم. الناس اللي باغيين يشوفوا الموديلات ديال البراد كاملين تواصلوا معايا عبر الواتساب ونصيفط لهم التصاورات. بالنسبه للناس اللي كانوا دفعوا لي كوموند وكاين اللي توصل بلا كوموند وكاين اللي ما توصلش، الناس راه كنا قلنا لكم في اللايف اللي داز بانه الواتساب اللي كان قديم اولا التليفون اللي كانوا فيه الكونفرساسيون القدام راه وقع فيه واحد العطب، يعني دابا راه الناس كلهم كيعاودوا يتواصلوا معنا من جديد. الناس اللي باغيين شي حاجه ولا باغيين اي استفسار يتواصلوا معنا على الرقم اللي فوق 06 62 17 61 51 06 62 17 61 51. حاليا غادي نشوفوا نكتفيو اخويا غادي نصوروا لهم وصافي ياك نصوروا لهم. حاليا دابا نقدروا نقولوا بانه راه تقريبا قلنا السلعه اللي كاينه. غادي نشوفوا فائز واحد اللي معنا اليوم وغنشوفوا شكون هو هذا الفائز هذا ونسعد من شد اخويا التليفون نشوفوا. ما شاء الله تبارك الله. الناس اللي حاضرين معنا في اللايف عطيونا شي قليبات اليوم اللايف ما طلعش بزاف صراحه، حنا ما درناش الوقيته اللي حنا مولفينها الناس كذلك الوقيته اللي كيعرفونا الناس كنديروا فيها اللايف. ورينا خويا هاد البريدات هادو. بالنسبه للكري الناس اللي كيسولوا على الكري حتى هو راه متواجد ما وريتهمش انا الكري، الثمن ديال هذا 4200 210 درهم، المويان ديالو 190 درهم 190 درهم، كاين هذا الموديل المويان القنديل 200 درهم، كاين كذلك هذا الموديل 200 درهم 4000 ريال، والصغير 170 درهم 3400 ريال. بالنسبه للزواقات كاين كذلك هذا حتى هو الثمن ديالو 4000 ريال، لاحظ معايا كيداير خدمه زوونه، هادو كلهم قلنا 4000 ريال. فيه الزواقه الثانيه ديال البلديه اللي كتجي على التشكيل حتى هي 4000 ريال، هذا 4000 هذا الكبير 4600 4400 سيدي يبقى للجميع 4400 الكبير في القنديل. هذا الموديل هذا طويل 4200 هذا الموديل كذا قلنا 100 هذا تا هو 4200 طويل بحاله بحال الطويل هذا. وان شاء الله مازالين الموديلات الاخرين ديال البراد راه غادي تدخل موديلات اخرين. راه دابا شويه ديال لي جيمو القلوبه باش اللايف تزيد تطلع.
الله. ان شاء الله دابا غادي نحاول نعطيهم التصاورات ديال كلشي. الصحه مازال تخدمها على التليفون اخضر بزاف د غرض. غادي نشوفوا اسيدي شكون معنا الفائز. خاصني متشيله ديال 100 درهم ديال التليفون. غادي نعطيو واحد شويه للناس باش يكتبوا. انا عطاهم واحد الفرصه باش يكتبوا. سير سير جمع معاهم بسرعه. انا عطاو واحد الدقيقه عاوتاني باش الناس يكتبوا لي كومونتير كلشي يشارك معنا في هذه المسابقه. بالنسبه للتخلص القسيمه الشراء راهي قسيمه عباره عن قسيمه ديال 100 درهم تتشري بها الحويجه اللي بغيتي في المحل. بالنسبه راه ممكن تاخذ اللي بغيتي. بالنسبه للناس اللي ما كاينينش حاليا في المكنس وجاتهم القرعه راه ممكن الوقت اللي جاو المكنس يجيو يستافدوا من القرعه ديالهم اولا من القسيمه ديالهم. حاجه واحده اللي تحافظ عليها وتحافظ على السكرين ديال الوقت اللي ربحتي والسكرين ديال الكونت فيسبوك ديالك. صافي هادشي باش نقدروا نعطيوك الجائزه ديالك. شنو هذاك الشيء انس البريردات تا هما؟ البريردات راه مازالين راه تيوصلوا ان شاء الله. راه مازال غادي نوريكم ان شاء الله كلشي تصاور. نعاودو نعطيكم واحد الفكره بحال هذا الكبير ديكرادي تا هو الثمن قلنا ديالو 300 درهم 6000 ريال على معهم على انس ما يكتبوا الناس. عطيني نشوف شي موديلات تما. قلنا هذا الموديل 6000 ريال كاين كذلك هذا الموديل تا هو 6000 ريال. الناس اللي مستنى على الزواقه راه جات 6000 ريال. طار لي سيدي هاد البلدي هذا حتى هو الثمن ديالو 6000 ريال. كاينين زواقات الصراحه الله بزاف بانوا لي اكثرين الزواقات. ان شاء الله غادي نكمل لكم كلشي نكمل لكم كلشي مور ما غادي نطلقوا اللايف. صافي داكشي حتى هو القريب الذهبي. القريب الذهبي هذا قري سامبل مويان الثمن قلنا 200 درهم. كاين كذلك هذا مويان 200 درهم القريب الذهبي. حب الرمان حب الرمان قري سامبل 200 درهم حتى هو راه كاين. ان شاء الله التسليعه هذه كلها غادي نشوفوها وغادي نصوروها لكم. هذا الصغير تاع الكريته هو 200 درهم. هاد السلعه ان شاء الله راه كلها غادي نصورها لكم ونحاول نحط لكم كل حاجه بالثمن ديالها. بالنسبه راه دخلوا دابا كلهم الزواقات. الباك تا هو كذلك راه دخل ديال 130 درهم بلا بلاطو اولا بالبلاطو 170 درهم. غادي نجيو نشوفوا واش لي كومونتير تكتبوا واش كاينين شاركوا معنا الناس. يا بسم الله غادي نبداو اول حاجه اول فائز اولا المتسابق الوحيد اللي كاين معنا. يلا يا بسم الله. واحد جوج ثلاثه. نور زيت الاخت نور راك انت هي الفائزه معنا بقسيمه الشراء ديال 100 درهم. بصح تكون راحتك اختي تتواصلي معنا عبر الواتساب. كنتي داخل مكناس الوقت اللي جيتي راه ممكن تستافدي من القسيمه ديالك. كنتي خارج مكناس ولا ما عندكش كديري تجي في هاد الاوقات راه القسيمه كتبقى اختي دائما الوقت اللي جيتي مرحبا بك. بالنسبه للناس اللي كانوا حاضرين معنا في اللايف شكرا لكم بزاف. كذلك الناس اللي كيسولوا على موقع المحل او لوكاليزاسيون المحل راه متواجد في السكاكين. بالضبط سولوا على البنك الشعبي وكاش بلس. تجي للسكاكين سولهم على البنك الشعبي وكاش بلس هما راه غيوريوك المحل وان شاء الله مرحبا بيك. بالنسبه لهاد الاثمنه هادو اللي كنحطو لكم في اللايف راه ضروري ما تجي للمحل تقول لنا راني جاي عن طريق اللايف اولا الا كنتي كاع تقدر تصيفط تعطينا هاد التصويره هاد الحاجه راه ممكن نجمعوك الارتيكل بلا ما ديرونجي راسك بلا ما تعطل. يعني الصوره ديال الحاجه سكرين راه كيكفي. سامعكم الله يحفظك خويا حسن. قلنا لكم بانه الناس اللي كيجيو عن طريق اللايف ضروري ما يعلمونا راه حنا جايين عن طريق اللايف باش نحسبوكم الثمن. بالنسبه لهذا الفراق نعاودو نذكركم اللي دايرين لحنا في اللايف 200 درهم راه الا جيتي للمحل راه كتلقاها ب 220 اخر ثمن. يعني الا كنتي جاري عن طريق اللايف ضروري ما تعلمنا ضروري ومؤكد تعلمنا باش كتشري بالثمن ديال اللايف. الى هنا اختتموا اللايف ديال اليوم. شكرا لكم بزاف ونتلاقاونا ان شاء الله في لايف اخر واللي غيكون يا يوم الاثنين يا يوم الخميس ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف.